انا بقى ويجن، وطلعت الاشاعه هنا في مصر ان ميدو بوظ عمرو زكي. اه والله ده يبوظ 10 طلع مسكر عمرو زكي قال لك ده ميدو عمرو زكي قبل ما ميدو يروح كان مكسر الدنيا وكان رايح ريال مدريد، وبعدين ميدو راح عمرو غطس. فايه اللي حصل في الفتره دي؟ وليه كان بيتقال ان في علاقه ما بينكم مش احسن حاجه؟ ان انتوا الاثنين مهاجمين منتخب مصر وانتوا الاثنين بتلعبوا في نفس النادي. انا بالعكس انا بحب عمرو جدا على فكره، عمرو طيب جدا وشخصيه جميله. اه كان لعيب كبير قوي طبعا، سيبك قوي، سيبك يعني الفراوده اللي بتلعب دلوقتي مع احترامي يعني. لا لا لا، الفتره بتاعتكم دي كان في 5-6 في منتخب مصر جامدين، كلهم جامدين. اجمد راس حربه كان في مصر في الوقت ده عمرو زكي. والله طبعا عمرو زكي كان لعيب جامد قوي، قوه وباور وفينش. كان في 2005 2006 والحته دي؟ لا بعديها يعني، بعديها 2008 بقى و2007 كان اقوى واحد في مصر طبعا، يعني اقوى منك ومن عماد متعب. لا مني انا لا، اه لا في مصر يعني ده بيلعب في مصر ماشي، مع اقوى من متعب. لا متعب كان مختلف. أوه. متعب ذكي جدا. اوكي متعب كان لعيب كبير. اه بس متعب كان بيشم الكره راحه. متعب عارف كان عامل زي مين؟ متعب كان عامل زي انزاجي كده ماشي، اللي هو اللي هو مش قوي وبتاع بس عنده ذكاء. لا عمرو زكي كان نازين، عمرو زكي ما شاء الله عليه باور وفينش وقلب وهد وشوت وكل حاجه. لا 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 عمرو زكي كان مش بقى مش يعني متعب كان ستايل مختلف. يعني انا ما بعتبرش ان متعب تسعه ماشي اوكي، يعني متعب مش الفرود الهجام، لا متعب تسعه ونص يعتبر. متعب ذكي جدا يعني، اقول لك حاجه متعب ما عرفش يلعب لوحده ماشي، لازم يلعب حد جنبه حد طبعا، لو لعب لوحده ما عرفش يلعب. فاهمني ولا لا؟ دايما في المنتخب كان بيلعب جنبه حد، ودايما في الاهلي فلافيو ما عرفش يلعب لوحده متعب. فاهمني ولا لا؟ ماشي. انما عمرو يلعب لوحده، عمرو يلعب لوحده اوكي، عمرو يلعب راس حربة نمبر 9 اوكي، المختلفه يعني ماشي. وما كانش في مشاكل ولا حاجه يعني، حصل تاتش كده في ماتش زامبيا، عمرو طلع بعد الماتش قال كلام للصحفيين وبتاع كده، قال كلام غلط مش مظبوط، فعشان كده الناس بنت الفكره دي. انما لغايه قوي انا كنت بترجى عمرو في مصر ان هو يركب طياره ويرجع معايا ارجوك بعد الماتشات. فهو عمرو كان بيضرب يومين كده لازم ايه، كان يقعد يقول لي كلمني اميد عشان خاطر يقعد يومين كمان، اقول له يا ابني عندنا ماتش يوم السبت. انا نفسي اقعد بس عندنا ماتش يوم السبت، فكنت بسافر وهو يقعد بقى. فستيف بلوس كان بيتجنن، فده اللي عمل الكيرف، ده اللي عمل كده مع تغيير طريقه اللعب، ومع كمان الاشاعات ريال مدريد وما اعرفش ايه، وبعدين هو الناس قالت ان هو نفسه حس ابتدى يستقل بويجن. بالظبط كده ابتدى يستقل، انا ممكن اروح حته اكبر بكتير. اوكي طب احكي لي عن الصوره دي. ده كابتن شوقي غريب ايوه، وكابتن احمد حسن ايوه، وانا وعمرو زكي. الصوره دي في 2006 مثلا؟ لا 2005. الصوره دي في الاكاديميه البحريه في اسكندريه، مش قبل كاس الامم بسنه مثلا؟ الصوره دي قبل ماتش زامبيا اللي احنا تعادلنا فيه 1-1 اول ماتش تصفيات كاس العالم. اوكي ماشي، وده الماتش اللي بعديه حصل تصريحات من عمرو قالت في حاجات ما بين عمرو ما اعرفش قال تصريحات غريبه ما حصلتش يعني. فاكر قال ايه يعني ولا قال ان ميدو همدني قبل ما قال كلمه، قال حاجه غريبه كده بس مش هو اللي قال يعني، كان في كده واحد شغال معاه هو اللي دار الموضوع ده ماشي. واتخانقت معاه طبعا؟ لا ما اتخانقتش معاه خالص والله، ولا خالص ما اتكلمتش معاه، ده زعلت منه. زعلت منه، كلمت نادر اشتكيت له يعني، قلت له عيب الشوقي، قلت له نادر كان ساعتها اوكي. وعمر كان في واحد صاحبه كده كان ايه يعني ايه عامل نفسه ان هو صايع يعني، وان هو بتاع، فهو صاحبه ده هو اللي ايه هو اللي قال الكلمه، كان فاكر ان هو كده يعني ايه ان هو كده يعني ايه بيدافع عن عمرو بتاع، عشان احنا اتعادلنا وعمرو كان في الماتش كان وحش جدا لما فكان يعني ايه عايز يلغوش على البتاع، فطلع القصه دي. ما كانش ذنب عمرو على فكره، ان عمرو اطيب من كده كتير ماشي، عمرو ده بني ادم طيب جدا جدا طيب جدا جدا, جداً. جداً.